نحن نرى كل يوم تداعيات الأحداث في بلد ما، وندرك إمكانية انتقالها إلى البلدان المجاورة وعبر القارات وإلى العالم أجمع. فاضطراب التجارة يمكن أن يرفع تكلفة الغذاء في بلد مجاور أو يؤثر على التوريدات في قارة بعيدة، وارتفاع أسعار الفائدة في أحد البلدان يمكن أن يرفع تكلفة الحصول على قرض لشراء سيارة أو غسالة في مكان آخر من العالم. ووظيفتنا في الصندوق هي الكشف عن هذه المخاطر والمساعدة على التصدي لها. كيف؟ يقوم فريق من الصندوق بزيارة سنوية لكل البلدان الأعضاء تقريبا، ومجموعها 189 بلدا، ويتحدث هذا الفريق مع الحكومة والمسؤولين في البنوك المركزية والأطراف المهمة في الاقتصاد المحلي، مثل قيادات القوى العاملة وقطاع الأعمال والأكاديميين والناشطين والطلاب. وينظر الفريق في السبل التي يمكن أن ينتهجها هذا البلد من أجل تعزيز النمو والاستقرار ومنع وقوع أزمات مالية، ثم تحسين حياة الناس في نهاية المطاف. وتجمع هذه المعلومات في تقرير واحد كنوع من فحوص سلامة الاقتصاد، وتشبه هذه التقارير أجزاء متفرقة من صورة واحدة، وحين تجمع هذه الأجزاء معا تتضح صورة اقتصادنا العالمي. وهذه الصورة العالمية تسمح لكل بلد بتبادل خبراته مع الآخرين، بينما يستفيد ذلك البلد أيضا من خبرات بقية الأعضاء، كما تسمح للصندوق بتحديد المخاطر وتنبيه الحكومات لضرورة اتخاذ إجراءات حيالها. وفي ضوء هذه المعلومات نستطيع وضع توصياتنا التي تفيد كل بلد على حدة، كما تفيد المنطقة ككل والعالم أجمع.